نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد الرصيد على تطبيقكم تيك توك. نقوم بالضغط هنا على تطبيق تيك توك، بعدها سنقوم بالضغط هنا، سنقوم بالضغط هنا على الرصيد، من ثم سنقوم بإيقاف بانتظار قليلا، وهنا سوف تجد الرصيد لديك. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.